ايه عليها جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين وبوتاجازهم خلص، قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. اتحركت، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعمل حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوة بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحماك من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت في عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ وده العمليه تبقى سفلقه يعني. خلاص نعدم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزايم منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها شايف الفلوس بتترمى عليها ازاي؟ علم هايف ما عندهاش دم. واحد من دول لما يقع في قضية يفضل يفاصل في أتعاب المحامي للزحالات لحد ما ينشي فريق يجي هنا يعمل أبو علي. لكن إن شاء الله هنشوف الفلوس دي في نار جهنم، ما هيلاقوا حد يترافع عنه مهما دفع. المهم إن ديدي بتروح آخر الليل ومليانة فلوس. هي كمان هتشوي في نار جهنم زي الكباب اللي أكلوه لنا عبد السلام، وهيسقسقوها بسوزوكي اللي شربوها لنا. بتضحك على ايه؟ اصل يا حبيبي تخيلتها في جهنم وهم بيقدموها في السيخ والنار طالعه منها. شايف؟ دول بيقدموا لنا ذهب كمان. العالم ونونت بقى ومحدش عارف هو بيعمل ايه. اهي دي كلها كام سنه وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ ايوه.
هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص بس ما تدرجنيش. الحلوين ناموا ولا لسه؟ ايوه يا استاذ عبد السلام. ما انا لازم اصب عليكم كل ليله، مش كده ولا ايه؟ يا جدعان هو انا نايم تحت كوبري البابا والعالم عمال رايحه جايه فوقيه؟ تاني يا حماده، ما قلنا ده ظرف طارئ. فيها ايه لو كنا نروح ننام في بيتكم ولا في بيتنا لغايه الظرف الطارئ ده ما ينتهي؟ نام دلوقتي عشان قضية بكرة، وخليك فاكر احنا وقفنا في المناقشة لحد فين. انا مش جاي لنوم. غمض عينيك وقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مرة، هتنام على طول. محامي محترم زي يفضل يقول العسكري جاي، العسكري جاي 6000 مرة برضو. ايوه صحيح، ده انت محامي والمحامين ما بيخافوش من العساكر. طب اسمع، قول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مرة، هتنام على طول. القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مرة؟ اه. طول الليل؟ افضل اقول القاضي جاي، القاضي جاي. ايه؟ طول الليل افضل اقول القاضي جاي، القاضي جاي 4500 مرة. طب ما دام يا حبيبتي جوزك لسه داخله على قده، ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر ان مركز على الخلف وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احمد، نسخت اوراق القضيه كلها ساعات بيه. اي اوراق جديده تحضرك احمد بيه؟ ساعات بيه. ايوه بيه. ده انت رحت بعيد اهو. ساعات بيه كنت سرحان بيه، في قضيه جديده شغلاك ساعات بيه. قضيه انا ومراتي يا ابراهيم افندي. انت ومرات ساعتك؟ ده انتوا لسه بتعسروا في الدنيا. الست مش عايزه تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه؟ الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفروشه يا سعاده البيت؟ دي شارع يا فندم، مش شقه. بس طب تبقى انت نايم انت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العريس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي قاعد في الشقه ده يا سعاده البيت؟ عبد السلام. ده مسخره. مين عبد السلام ده؟ مين؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم. سوزوكي؟ لا، ما انا ركبته حتى يا سعاده البيت. ولا دور السادس شقه 19. مالها الرخبة شهر 19؟ هز يا وز كده، دولارات كده استرليني.